نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله بشأن تضرر سقف بهو المتحف المصري الكبير نتيجة لسقوط الأمطار ما أدى لوصول المياه إلى البهو. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن سقف بهو المتحف المصري الكبير سليم وآمن تماما، لا تصيبه الأمطار بأي أضرار، مشيرا إلى أن سقوط الأمطار على منطقة البهو يأتي نظرا للتصميم المعماري والهندسي للسقف المفتوح للبهو، موضحا أن سقوط الأمطار لا يمثل أي خطورة في ظل احتواء المتحف على نظام متكامل لشبكة تصريف الأمطار.